علامة 1600 متر على بركة الله تندفع 15 رأس متنافسة في شوط تحضيري لكأس الملك فيصل، شوط مصنف مسافة 1600 متر مهور الثلاث سنوات. 15 رأس انطلقت ستة أفراس في مواجهة تسعة من الحصن واسمين في هذا الشوط، تشارك لأول مرة فدانر وكذلك أرشان. هنا نشاهد هذه الانطلاقة القوية لهذا الشوط، مبشرة الحصين ابنة أواج الخالدية لفلاح الحارثي مع عبد الله الحميد تحاول الانطلاق بجوار السياج، بينما نشاهد أيضا محاولات للاندفاع من فدانر ابنة جنار الخالدية في أول حضور لخالد السيد مع عبد الله الفيروز من الخارج، بينما نشاهد المحاولات كذلك من بشرة الحصين. وإلى ثالث المراكز كلاش القادم من قطر بشعل فارح الشامسي مع كامل يوسبينا، فيما أيضا المحاولات في المركز الرابع للتحرك من منذرة الأمل، وكذلك الدفع قادم بكل قوة في هذه الأثناء من الخلف. نشاهد من يأتي في هذه اللحظات، منذرة الأمل إذن بدأت بالدفع من الخارج ولا زالت الانطلاقة هنا من الخارج. إذن فايق دي إتش لمحمد الضويحي مع الخيال محمد اليامي، دخول الأصايل لل 400 متر الأخيرة، الخط المستقيم هنا كلاش بجوار السياج إلى المركز الأول، والانطلاقة الآن قادمة من قبل 13 لاسيدي فيلاتيز ابنة تيف البحر بشعار اسطبل النفل مع خالد الميموني إلى المركز الأول، تنطلق بكل قوة ومحاولات من منذرة الأمل للحاق في ثاني المراكز، ولاسيدي فيلاتيز ابنة تيف البحر في ثاني حضور في طريقها لتسجيل الانتصار الثاني على التوالي. ما شاء الله تبارك الله، لاسيدي فيلاتيز بطلة لهذا الشوط، تضيف الانتصار الثاني في سجلها السباقي من ثاني مشاركة لها ابنة تيف البحر بشعر اسطبل النفل. تدريبات مصطفى الموسى والقيادة